السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية طيبة لكم جميعا المشاهدين الكرام أينما كنتم. أزول الله ونيت مادي السماء، ونواصل الحديث حول هذه الأعراض التي أصبحت منتشرة بكثرة وفي كل بلدان العالم. وهذه الأعراض هي نفسها في كل البلدان، فالناس الآن يتحدثون عن نفس الأعراض: الإحساس بالعياء الشديد، وكذلك الخمول والكسل، الإحساس بالنوم، وكذلك الدوران والدوخة يعني والنسيان، ثم الألم، الإحساس بالألم. مجهول الناس الآن لديهم ألم، ثم القلق والضجر كذلك، وحالات من الخوف. كثير من الناس الآن ينتابهم خوف، وخوف شديد. ثم الاختناقات، يعني لاحظوا الآن يعني حتى الأطفال الرضع، حتى الأطفال الصغار الآن، فالناس يتحدثون عن اختناقات عند الأطفال الرضع، عند المواليد. وهذه الأعراض كل الناس يتحدثون عنها، ويعني أصبحوا يحسون بها كذلك ويتساءلون حولها. لكن مع ذلك هناك سكوت، فالعالم الآن يعني كل المجتمعات تتألم في صمت، ولا يمكن أن يبقى الناس هكذا يتحدثون عن هذه الأعراض ويتساءلون. يجب أن لا يضيعوا الوقت، ويجب أن يبحثوا هم بأنفسهم، فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ستتعلمون على الأقل كيف تعالجون أنفسكم، وستكتشفون أنتم بأنفسكم بعد العلاجات الطبيعية. لا يبقى الناس مكتوفي الأيدي هكذا ويناقشون ويبكون ويشكون، يجب أن تبحثوا، أن تنقبوا عن الحلول. فلماذا لما كانت الأزمة في 2019 بدأ الناس يجتهدون ويطبخون جيد في منازلهم، ويعني بدأوا يتجنبون المصبرات، وبدأوا يتجنبون السكر واللحوم، وبدأوا يستنشقون يعني هذه الزيوت الطيارة وهذه الأعشاب وكذلك التوابل، بدأوا يستهلكون هذه المكونات ويهيئون خلطات ووصفات. لماذا لما انتهت هذه الأزمة؟ هي لم تنتهي، فلماذا رجع الناس إلى حياتهم العادية؟ رجعوا إلى مصائبهم. لماذا؟ يجب أن يجتهد الناس كذلك الآن. لماذا؟ لأن الاجتهاد مفتوح الآن. لما كانت الأزمة فكان العالم كله يعني في نفس، لكن الآن يعني كانت على الأقل كانت أخبار، وكان يعني، لكن الآن سكوت، سكوت. الناس يحسون بأعراض، لديهم أعراض، لديهم مشاكل. أنا لم أتكلم عن الأمراض المناعية الذاتية التي تكاد تتعمم، الأمراض المناعية الذاتية لم أتكلم عنها، يعني من ليس لديه أمراض مناعية، وكذلك السرطانات وأمراض القلب والشرايين والجلطات الدماغية والشلل. الآن يعني مشكل الجلطة الدماغية والشلل، علينا أنا قلت بأن هناك من يخرج منها بشلل وهناك من لا يخرج منها، كثير من الحالات تتوفى في المستشفى في العيادات. لا يبقى الناس هكذا يناقشون ويبكون ويشكون، يجب أن يبحثوا عن الحلول. لماذا؟ لأنكم تعودتم على الكسل، أن الدواء في الصيدلية وأن الطبيب هنا، أن هناك المستشفى وهناك الصيدلية، والناس مطمئنين، عندي تغطية صحية وعشرين. فإذا كانت هذه الحلول الآن غير كافية، فماذا يعمل الناس؟ يا سيدي عندك تغطية صحية وعندك مال وعندك طبيب وعندك صيدلاني وعندك كل شيء، عندك مستشفى وعندك عيادة، ماشي مشكل، البلدان كلها فيها هذه. والآن يعني أنا قلت البارح بأن الطب الآن يمشي بواحد السرعة يعني قصوى، ولكن ماذا يعمل في الأخير؟ ماذا يعمل في الأخير؟ يعني عدد الحالات التي تصل إلى الطوارئ، إلى المستعجلات الآن. فقط أتكلم عن الجلطات الدماغية، يعني شيء يعني لا يتصور. الحالات التي تأتي كذلك للجراحة على القلب، الصمامات والمشاكل، حالات الآن في ارتفاع مضطرد. ثم كم الحالات التي تتناول الآن يعني الأدوية ضد تخثر الدم، الأدوية التي تميع الدم الآن نسبة ارتفعت يعني بشكل رهيب جدا. ثم الأشخاص الذين يتناولون كذلك هذه الأدوية ضد تجلط الدم، يعني لم يكن يعرف الناس هذه الأشياء من قبل. ومع ذلك الناس، أنا قلت سكوت، هناك سكوت. وعلى الأقل لما كانت الأزمة في 2019 كان الإعلام وكان الناس يتكلمون وكان الحديث،
الآن لا شيء إلا حديث الناس مع بعضهم. أنا أحس بوخز في القلب، أنا أحس بألم في الأمعاء، أنا لا أنام، أنا عندي ألم الرأس، أنا عندي اختناق، أنا عندي عياء، أنا لا أقدر على العمل، أنا أصبحت أنام بكثير، أنا أصبح عندي قلق، أنا لا أعرف ما بي، أنا عندي دوران دوخة، أحس بدوخة. ناس يتحدثون في وسائل النقل وفي التجمعات وفي العمل، ويعني واحد يعني حتى في الهاتف. لكن أن تبحثوا أنتم بأنفسكم، نحن نعطي معلومات ونوجه الناس. البارح تكلمت عن القمح أنا كمثال، أنا قلت بأن يعني على الأقل شخص يعني يعمل تجارب، يقطع القمح وينظر. الناس كيقولوا لي وماذا سنأكل؟ يا إخوانا لا إله إلا الله، هذه المعلومات لم تنزل من السماء، هذا اجتهاد، ونحن نجتهد بما أتانا الله من علم فقط. يا أخي حتى ولو نصحك شخص بأن تترك شيء، فيعني جرب أولا، ولو قالها لك يعني عالم، يقول لك مثلا امتنع عن الطماطم، فامتنع عن الطماطم انظر إذا هناك تحسن، فليست الطماطم هي السبب. اقطع القمح فإذا رأيت تحسن جيد، إذا لم ترى تحسن ليس القمح هو المسؤول. يا أخي وأن هكذا الحديث أن يفهم، وليس نقطع القمح. أنتم تريدوا المعلومة جاهزة، تأكل هذه تقطع هذه، تأكل هذه تقطع هذه. يا إخوانا لا إله إلا الله معكم، هذه معلومات وتوجيهات فقط. يعني هذا الناس كلهم يقولون ماذا سنأكل ونحن نعيش بالقمح. أخي هذا مثل، هناك أشخاص عندهم تحسس للجلوتين، لما يقطعوا القمح يحسون بتحسن. إذا أحس بتحسن يجب أن يقطع القمح، وليس كل الناس. وحتى الذين عندهم مشكل مع القمح الشعير، إنكم يقولوا جلوتين شعير، يا سيدي ليس سيلياك، هذا ليس سيلياك، القمح ليس هو الشعير. يعني لا، الناس لما هكذا أن تفهموا المعلومات، كذلك تفهموا المعلومات جيد. يعني والله معذرة يا إخواننا، ربما في البلدان الشرقية لهجتي ربما لا تفهم، معذرة والله معذرة، ولكن الناس يسمعوا معلومة هكذا ونحن نعيش بالقمح، يعني تأخذ المعلومة على طول، سبحان الله. يا أخي أنا تكلمت عن تجارب، وأن تنظر ما يضرك، تنظر أنت ما يضرك، قطع السكر، قطع اللحم، قطع الطماطم، قطع القمح، انظر الأشياء التي تشك فيها تضرك، قطعها واقطعها أسبوع أسبوعين، إذا رأيت تحسن جيد فقد يعني اكتشفت الحل. فكل هذه الأعراض، أنا تكلمت عن الجهاز الدموي أصبح مريض، الدم أصبح غير قادر على أخذ الأكسجين، على توزيع الدم، ما يقدر الآن يوزع الأكسجين على الخلايا، لأن تخثر الدم، ولأن ارتفاع دي دايمرز، ارتفاع الكوليسترول، ارتفاع مشاكل في الدم، مؤشرات كلها يعني مرتفعة، مؤشر الألم مرتفع، السي ار بي وهذه البروستاجلاندينات والأنترلوكينات هذه مرتفعة، مؤشرات الكبد مرتفعة، الترانزامينات والبيلوروبين والجاما جي تي ومسي مرتفعة، مؤشرات السرطان مرتفعة، هذه الألدولايز والسي اي سي اي المسائل هذه، المؤشر بي اس اي البروستاتا والليبيز، وكذلك الاميلايز بالنسبه للبنكرياس، عندهم ناس عندهم سرطان البنكرياس وعندهم التهاب بنكرياس، عندهم الليبيز مرتفع والاميلايز مرتفع، كذلك يعني نقص الان يعني تراجع كذلك في كريات الدم الحمراء والبيضاء والصفائح كذلك، فلا يمكن ان نبقى هكذا. فانا اعطيتكم توجيهات فقط، وانتم كذلك تجتهدون. انا قلت ركزوا على التوابل والبذرات والاعشاب التي تشرب على شكل شاي، ركزوا على هذه الثلاث مجموعات، السر فيها والحل فيها ان شاء الله، واجتهدوا. هذه مش اشياء ليست مسمومه، فقط المراه الحامل ان تتحفظ عن هذه الاشياء. ثم ربما بعض الاشخاص يكون عندهم لديهم تحسس مثلا لبعض مثلا الحبة السوداء، تحسس للحبوب الكتان، أو تحسس لبعض التوابل، يعني ممكن، لكن ليس بكثرة، يعني أعداد قليل جدا لا يذكر. ثم المواد الأخرى، المواد الغذائية، خضار، فواكه، مسائل التي يعني تطبخون تأكلون تهيئون، أن تكون على الأقل نظيفة، وأن تهيئ في المنزل، وأن يكون الطبخ عادي بالمرق، في المغرب نسميه البلول، يعني البلول هي أمازيغية استمازل، يعني على الأقل بالمرق، طبخوا بالمرق، ماء وزيت وتوابل وأشياء هكذا. والنساء يعني تتجنب هذه الطريقة ديال يعني تشحر اللحم،
تقليل اللحم في الزيت عاد تزيد الماء. كان الناس يطبخون بدون زيت من قبل، لأن إذا أردت أن تأكلي لحم راه عنده شحم، فيه شحم لا يحتاج زيت، يعني تزيدي ماء وتوابل وإن شاء الله يبقى يطبخ على نار هادئة ولمدة طويلة، وليس يطبخ في 10 دقائق في طنجرة الضغط. فهذه المواد الغذائية، تجنبوا السكر الأبيض، تجنبوا اللحوم، تجنبوا الحليب. هناك حالات يعني كثيرة الآن تجنبوا الحليب، أحسوا بتحسن فقط. في انظروا إذا كان الحليب يسبب لكم مشكل، هناك حالات كثيرة الآن الحليب يسبب لها مشكل، هناك حالات الحليب ربما لا يسبب لها مشكل. أنا أتكلم عن حليب البقر، الله يرضى عليكم، حليب البقر، أتكلم عن حليب البقر. أما حليب الماعز والغنم والإبل لا أتكلم، من هذا الحليب ممكن الناس يستهلكوه على طول، ليس فيه مشكل. رغم أن عندنا في المدن المغربية بعض الناس بدأوا كيعلفوا الإبل ويبيعوا الحليب بواحد الثمن يعني خيالي، يعني ثمن فيكشن يعني خيالي. حين الناس لا يتقون الله، يعني سبحان الله، يعني كل شيء بزنس، كل شيء بزنس، يعني سبحان الله. ومع ذلك المغاربة كيشريوا حليب الإبل 100 درهم لتر، عار والله عار. ولو كان هذا الحليب غادي يعالج السرطان ما نشريش بهذا الثمن هذا كاع، لا تسمح لي نفسي يعني ان اشتري بهذا الثمن. اي باش ما نشجعش هذاك بالشكره هذاك اللي كرشو محلو، لا ما نشجعوش فقط. يعني من المناطق الجنوبيه عندنا في المغرب الحليب الابل يصل الى 20 درهم مقبوله، والله 20 درهم للليتر مقبوله جيد ماشي، ولكن 100 درهم للليتر لا حول ولا قوه الا بالله، عار والله الا عار، منكر كاع، اصبح منكر. يعني الناس يعني من قلميم تقريبا، من مدينة قلميم حتى للداخل هذه كلها إبل، السمارة يعني بوجدور هذيك شي يعني السزاق هذه كلها، هذه كلها يعني هذه كلها إبل. الحليب موجود لكن الناس يجيبوا الحليب يبيعوه لما لا يوجد، لماذا؟ يعني حليب الإبل، وحتى إخواننا في السعودية وفي الإمارات وفي بلدان الخليج وحتى في يعني تونس الجزائر ليبيا عندهم كذلك حليب الإبل. حليب الإبل هذه لا نتكلم عنه، هذا حليب جيد لأنه ما فيش كازاين ألفا، هذه ما فيش الكاسيين الفا حليب الابل، وما فيش لاكتوغلوبولين، يعني هذا لا يضر، هو سهل الهضم. حليب الابل هو اسهل حليب في الهضم، حتى الرضيع يشرب حليب الابل. وسالوا اخواننا في موريتانيا وفي الجنوب المملكه، سالوهم بان النساء كانت كتعطي حليب الابل للرضيع، بالعكس كان عندهم واحد المثال تيقول لك غادي يجي راجل الا شرب حليب الابل وهو رضيع، غادي يقولوا بان كيجي شجاع كيجي راجل. هاد المقوله هذه لماذا؟ لان باش يشجعوا بعضهم بعض يشربون حليب الابل. فيعني كل الاكل نظيف، ركزوا على هذه المجموعات الثلاث ثم المكملات التي تكلمت عنها. ولكن هذه التوجيهات وهذه النصائح بدون اخطاء، يعني بدون اخطاء، يعني شخص يقول لك لا بأس يعني أنا أتناول هذا شيء قليل من السكر أو مشروب غازي مرة في الأسبوع أو شيء، يا أخي ممنوع ممنوع ممنوع، ليس هذه صحتك. إذا أردت أن ما أحسن يعني تتجنب هذه المصائب هذه وتعيش بسلام، تحس بصحة جيدة، ولا تبقى عندك إدمان لهذا المشروب الغازي يعني لازم تشربه. غريب والله، شيء غريب من هذا الشيء. ف الإنسان منذ أن خلقه الله، منذ أن، ليس لأننا الآن في عصر التلوث وكذا، لا لا لا، حتى من لما خلق سيدنا آدم إلا الآن كان دائما الإنسان يواجه ويلات، ودائما كانت أخطار، وكانت دائما مصائب. من قبل كانت أخطار جرثومية، أخطار يعني تسمم بعض المكونات الإنسان لا يعرفها، حتى بعض المعادن نعم كان للناس الإنسان لا يعرفها، نعم يعني كان حتى يعني حالات يعني كانت عند مشكل حتى مع الوحوش، الوحوش كانت تأكل بندم، كان الإنسان ما كان ما عنده باش يواجه هذه الوحوش، هذه كان يختبي. كانت أمراض، كانت طاعون، وكانت الكوليرا، وكانت الملاريا، أمراض فيروسية، أمراض بكتيرية، كانت أمراض طفيلية كذلك، كانت تؤذي بالملايين وليس العشرات الملايين، لأن الطاعون ملي كيضرب منطقة كياخذ كل شيء، الكوليرا ملي كتضرب منطقة تدي كل شيء، التيفويد، حمى التيفويد، يعني عندنا في هذا منطقتي أنا منطقة الشاوية، حمى التيفويد كانت كتضرب الدوار كله يموت عن آخره، وإلا بقاو ثلاثة ولا أربعة كيهربوا وكيطلعوا لشي قبيلة كيمشيو مثلا للغرب ولا كيمشيو
يعني القبيلة أخرى. تايفويد كانت إلى ضربة الدوار كله كيموت. يعني الإنسان مر بويلات خطيرة ومع ذلك استطاع أن يبقى هذا الإنسان صامد. والآن ليست أمراض جرثومية لكن أمراض أخرى تتعلق بما نأكل، التلوث الكيماوي. انتقلنا من الأمراض البيولوجية إلى الأمراض الكيماوية فقط. المشكل الآن عندنا هو مشكل كيماوي، كيماوي فيزيائي، كذلك الأشعة. ثم المشكل يعني الذي سينهي العالم هو يعني هذا الجيني، مشكل جيني، تغيير وراثي. هذه مشاكلنا الآن، لكن الإنسان كان دائما قادر ماشي يخرج من الأزمة. الآن يجب على الإنسان أن يخرج من هذه الأزمة. يعني لا لا لا، الإنسان دائما كان قادر، لأن أعطاك الله عقل، تستخدم عقلك، لازم تخرج من هذه، وليس تبقى هكذا يعني مكتوف في الأيدي مربع على اليدين، وتسنى في الدواء في الصيدلية والطبيب بجانبك والمستشفى تما تمر تمشي ليه. ليس هكذا، عندك الطبيب وعندك الصيدلية وعندك نعم، وعندك المال نعم، وعندك تغطية صحية نعم، ولكن إذا هذه الأشياء كلها لم تفيدك في شيء ماذا تعمل؟ إذا كانت هذه الأشياء كلها لا تجدي في حالتك المرضية ماذا تعمل؟ ستبقى تعيش بالألم، لا تجتهد، لا تذهب إلى المطبخ يعني تطبخ زعتر تشربه، أو تشرب حلبة، أو تشرب كزبرة، أو تشرب يعني نافع، هذه شمرة، يعني لا يخطر لك على بالك. دائما الصيدلية تتق هكذا يعني بولاريزي، يعني كنقولوا هكذا. لا يا أخي، يعني لا يمكن أن لا يكون الحل في الطبيعة، لكن الناس لا يبحثون. أنا فقط يعني وعدا عليه، يعني منطق منطق، لا يمكن. الله سبحانه وتعالى يخلق الإنسان، يخلق له ما يأكل، ولا يخلق له الحلول في حالة ما إذا وقع مشكل. لماذا؟ لأن هذا داخل في الله سبحانه وتعالى، داخل في العناية، لا بد من العناية. ثم يعني الأشياء في الطبيعة، يعني انظروا عدد المكونات الغذائية، المكونات التي نتغذى التي تنفعنا، بالحمضيات الأمينية اللي في البروتينات، لأن يعني بروتين فيها 15 17 18 حمض أميني، ثم عدد الحمضيات الأمينية في البروتين الواحدة يصل إلى الآلاف. بالحمضيات الأمينية، الحمضيات الأمينية هي 20، المهم 20 هي اللي معروفة. ثم الحمضيات الدهنية كذلك 9 أو 10. بالفيتامينات، بالأملاح المعدنية التي يحتاجها الجسم، بالألياف، هذه المواد المغذية، الدهون، البروتين، الكربوهيدرات، السكريات، الأملاح، الفيتامينات، الألياف. هذه هي المكونات الستة التي يحتاجها الجسم، التي يعيش بها الجسم، وهي اللي داخلة في علم التغذية الحديث، الماكرو ناتريانس والمايكرو ناتريانس. يعني هذه الأشياء التي نتغذى عليها فيها الكالوريات، فيها الطاقة، فيها، بالمقارنة مع الجزيئات التي تعالج في الطبيعة، لا مجال للمقارنة، لا مجال للمقارنة، تفوقها بالملايين أضعاف الملايين، وليس 5 أضعاف أو 6. لأن إذا حصينا المضادات للأكسدة، البوليفينولات والفلافونويدات، وحصينا الألكالويدات والكومارينات، يعني ستجد لائحة، يعني آخر نبات، آخر نبات تلقاو فيه 30 40 مكون. يعني هذه الكروماتوغرافيا، يعني لما نقوم بتحليل الكروماتوغرافيا، يعني لما نستخرج المكونات بالميثانول أو بالسولفنت، هذا بالمحلول، ثم يعني أي عشبة يعني يعني هذه تدخلها الكروماتوغرافي، هذه هو جي سي ام اس، هذا تعطيك 40 و50 مكون، 40 و50 مكون في نبات واحد. إذا أكلت اللحم فيه دهون وفيه بروتينات، فيه فيتامينات وأملاح طبعا. يعني اللحم لا يمثل أي شيء لقارناه مع آخر نبات. يعني خذوا الحريقة ولا خبيزة ولا خذوا أي شيء، المكونات الموجودة فيه بالمئات، لا يمكن أن لا يكون علاج. يا عباد الله، الله خلق الملايين ربما المليارات الجزيئات التي تدخل في العلاج. هذه ليست للطاقة، لا هي فيتامينات ولا هي بروتين، هذه مواد علاجية بالمقارنة مع الأكل. ثم في الأخير الناس يقولون عندي سرطان وسرطان، قالوا أنه لا علاج له.
أنا عندي أمراض مناعية ذاتية، الأمراض المناعية الذاتية يجب أن تقطع الأسباب بعدها، لأن نمط العيش الحديث هو الذي سبب لك الأمراض المناعية الذاتية. إذا لم تقطع الأسباب لن تتعالج من الأمراض المناعية الذاتية، وليس هناك حل. وإذا توقفت عن تناول هذه الأسباب هذه فقد تعالجت بدون أن تشرب أي شيء، فقط أن تقطع هذه المسائل التي سببت لك الأمراض المناعية الذاتية، اللي هي الزيوت الصناعية والزيوت المهدرجة والسكر، وهي المصدرات اللي فيها المضافات الغذائية والمواد التعليب والمعادن الثقيلة والبلاستيك والنيترات والسلفيت والمكونات السامة التي تتناولها يوميا. إذا توقفت عن تناول هذه فقد عالجت الأمراض المناعية الذاتية، لا يمكن ألا تتعالج. لماذا؟ لأن السبب إذا توقف السبب المرض يتوقف. هذه فهذه الأعراض، الناس لا يبقوا الناس الآن بالبكاء ويشكيون وأنا عندي ألم وأنا وأنا. يا إخوانا تحركوا كما تحركتوا في 2019. ما يعني هذه هي الكلمة الأخيرة اللي غادي نقول لكم، لا تبقوا هكذا تنتظرون، ويعني ومش ذهاب أيام إلى المستشفى، ذهاب أيام إلى الطبيب إلى الصيدلية، أبلع الدواء، لا أحس بأي تحسن. نعم الآن هذه المسائل هذه في كل البلدان، يعني البلدان كلها الآن عندها يعني الشأن، الشؤون اللي كتهتم بها الشعوب هي الصحة أولا، الأدوية والمستشفيات والأطباء والناس، ثم التعليم، ثم المسائل الأخرى التي تتبع. ولكن البلدان كلها تركز على الصحة، البلدان كلها يعني لازم يكون عندها مستشفيات، لازم يكون عندها عيادات، لازم يكون عندها أطباء، يكون عندها ممرضين، يكون عندها صيدليات، يكون عندها أدوية، وتخسر أموال يعني في استيراد الأدوية. يعني أي بلد مثلا عربي من مصر من السودان حتى المغرب، إذا قارنت ميزانية التي تصرف على الأدوية والميزانية التي تصرف على الأكل، لا مجال للمقارنة. الأموال التي تصرف على العلاجات أكثر من الأموال التي تصرف على الأكل. يعني هذا لكي تفهموا الأمور يعني كيف هي. يعني أنا قلت في الحلقات السابقة لا نبقى هكذا نبكي، وهناك أعراض أخرى يعني لم أتكلم عنها، منها القولون، منها المعدة، مشكل الرئة، حتى مشكل سل الغدد اللمفاوية ظهر بشكل رهيب، سل الغدد اللمفاوية، الساركويدوز كذلك يعني ظهرت بشكل رهيب. هذه الأمراض كانت من قبل طبعا، هذه كانت موجودة لأن التشخيص مشخص، لكن الآن النسبة والسرعة لهذه الأمراض هذه يعني حتى سرطان الساركوما كان قليل جدا. سرطان الساركوما هو سرطان العضلات، ويضرب أي عضو، يضرب أي مكان، في الرجل، في الركبة، في الساق، في الفخذ، في الذراع، في يضرب اي عضله. وهذا الساركوما الناس يعني سرطانات اولا رعبت الناس، ثانيا كيخافوا، ولكن لا يمكن الانسان ان يستسلم امام هذه المسائل هذه، راه لا يمكن، لان الله اعطاه العقل والحل موجود في الطبيعه، لكن هل يقدر عليه؟ هل يقدر على الوصول الى هذا الحل؟ وهنا نرجع، لان الان لما تكلمت في 2019 لأن على الأقل العبرة الأولى، العبرة رقم واحد ويسيان، هذه كان الناس خصهم يبداو تكوين جديد. ها احنا عندنا كلية الطب، عندنا مدارس الصحة، نعم، ولكن لازم نزيدو تكوين جديد، لأن رأينا بأن هذه كلية الطب في العالم في 2019 راكم شفتوها، يعني لم توقفت، لكن كان على الأقل الإنسان يأخذ العبرة من هذه الأزمة، ثم يعني هذا التكوين نغير استراتيجية التكوين، ويتكون الأطباء في العلاجات الطبيعية والكيماوية والحديثة والقديمة والجديدة والصينية والهندية. هذا هو الذي كان، هذاك الدرس لكننا نأخذه من هذه الأزمة، كان على كلية الطب أن تغير الكيروكيلا، لأن هذا الكيروكيلا الآن اللي كتقرر الأطباء هي الكيروكيلا ديال 1950. هذا هو المشكل، لأن إذا كان الطبيب الآن يتخرج من كليات الطب وهو لا يعرف ما يأكل، راه مصيبة. إذا كان الصيدلاني الآن هو يبيع الأدوية ويعلم المكونات الكيماوية ودرس يعني بالتدقيق، لأن يعني لا، دراسات الصيدلانية ليست سهلة،
الصيدلة ليست سهلة، تخصص يعني عميق، الكيمستري والبايوكيمستري وفي التوكسيكولوجي وفي مسائل. إذا كان الصيدلي لما يذهب إلى السوق لا يعرف ماذا يشتري، يعني لاحظوا، ثم مع هذا الذكاء الاصطناعي في المستقبل ماذا سنعمل؟ هل هذا التكوين الآن، تعليم الآن، مدرسة ابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعة وكليات الطب وكليات الزراعة وكليات المهندسين، هل هذه أشياء ستبقى؟ فكروا جيدا. أتمنى أن أكون يعني مخطئ، أتمنى من كل قلب أن أكون مخطئ، ولكن ما أراه الآن في الدراسات المستقبلية أن هذه أشياء لن تكون، هذه الحرف وهذه الأشياء لن تكون مع الذكاء الاصطناعي. في الحقيقة ماذا ولا زال الناس يعني سجلوا أولادهم مدرسة ابتدائية يعني مدرسة ثانوية، حصلت على الثانوية العامة، سجل في الكلية، مجل هذا مع الذكاء الاصطناعي ليس هكذا. وهذا هو المشكل، يعني لما رأينا إعدام العقل في عالم المعرفة، عالم المعرفة هو التعليم، هو الوسائل التي نتعلم بها، التي نحصل بها على المعرفة هي التعليم. إذا كان التعليم هو بنفسه يعدم العقل، في الأخير ماذا تعمل؟ التعليم الآن بالطريقة التقليدية، كان هذا التعليم هذا صالح في الأربعينيات والخمسينيات والستينيات وحتى السبعينيات والثمانينيات كان، ولكن هذا التعليم الآن هو يعدم العقل، هو إعدام للعقل، لأنك تدرس فقط لتفهم ماذا اخترع الناس. يلا تتعلم المعادلات وليس يعني تتخترع معادلات، ما كتزيدش في العلم، ما كتخترعش في العلم، يلا تقرا باش تعرف. وهذا إعدام للعقل، لأن العقل خصو يبتكر، خصو يختار، خصو يزيد، خصو يخرج شي حاجة. فهذه المسألة هذه لماذا أتكلم بهذا الكلام؟ هذا لكي لا تبقوا نائمين، لكي لا تبقوا تنتظرون الحلول تنزل من السماء. ربما الحلول تكون عند أرجلكم، حلول تكون قريبة منكم، ولكنكم يعني تعودتم على هذا الحل الجاهز. طبيب يكتب لي دواء نمشي للصيدلية، هذا تعودتم على هذا الحل. لأن البارح ماذا قلت؟ قلت يا أخي تذهب للمختبر وتعمل صور وتشخص المرض وتذهب عند الطبيب وتعمل يعني تراجع الطبيب وتمشي للصيدلية وتأخذ دواء، تأخذ الدواء، ولكن انظر هذا الدواء إذا نفعك ولا ما نفعكش. إذا نفعك جيد ده كما نريد، إذا ما نفعكش، إذا لم ينفعك هذا الدواء تبقى تبكي، تبقى تألم. أتمنى والله أتمنى خطابي يفهمه الناس، ولذلك هذه الحلقة ما عملتهاش للتوجيهات والنصائح، لكن عملتها لأكثر من التوجيه، يعني يستيقظ الناس، يعني يتحركوا شوية ويبقوا عندنا. يعني الناس الآن كم تقدم من الوقت الآن في الشات وفي الجوال وفي الكليبات والفيديوهات، كم من الوقت تقتلونه، كم من الوقت، ولا تأخذون نصف ساعة تتعلمون في اسماء الأعشاب ولماذا تصلح، ويعني تبحثوا وتنقبوا في النت. مثلا سمعت عشبة كتبها بالدارجة، لأن الجوجل لا تلقى واحد بالدارجة قالها بالفصحى وواحد قالها بالعربية بالأنجليزية بالإسبانية حتى تعرف العشبة بالضبط. شوف اللغة اللي انت يعني قوي فيها، فرنسية أنجليزية عربية، ويالله يد يالله نشوفوا هاد الألام وهاد الدخل في الناس وهاد النسيان وهاد الاختناقات وهاد الفشل. الناس فاشلين، ما يقدروش على العمل، القوة تراجعت، صحة الناس تراجعت، كل الناس يعني يتكلمون عن هذا، رغم أن بعض المنطعين تقول لك لا أنا أحس، هي كذب. لقى لك شو واحد أنا أحس بصحة جيدة، هي كذب. لقى لك هذاك الشيء اللي قال فايد ممنوش أنا ما عندي شيء، هي كذب، ينافق مع نفسه. لأن نحن نعلم بأن الناس يتنفسون نفس الهواء، ونعلم الهواء يعني ما هو، ونعلم حالة الدم عند الناس الآن بعد أزمة 2019، ونعلم حالة القلب وحالة الرئة لأن هي الأعضاء التي تعطي قوة للجسم، الأكسجين والطاقة والمسائل. فلا يعني يتفضل علينا أحد يقرنا، نعرفين بأن البشرية الآن تتألم في صمت، بشرية تتألم في صمت. عاد لتكلمت عن الخصوبة عند الرجال والخصوبة عند النساء، ونتكلم على هذه المسائل هذه، يعني أشياء يعني والله مريبة، أشياء مريبة.
أعراض، يعني أنا ما تكلمت على الأعراض، تكلمت عليها راه أكثر من 70 عارض الآن. أنا حصيت عند الناس بالكتبة أكثر من 70 عارض الآن الناس يحسون بها. أنا قلت أكثر، حتى التهاب العينين الآن أصبح مشكل، الأسنان والأضرس الآن أسنان، مشكل الأسنان الآن، أطباء الأسنان غادي يكون عندهم مشكل مع المرضى، ماذا سيعملون؟ لأن يعني العظم كيكون راشي متآكل متهالك. التهاب الأذن، التهاب الأذن الآن مشكل في الحنجرة ومشكل الإفرازات، والناس عندهم مشكل مع الإفرازات فقط الآن. ثم هذه الحالات التي أصبحت تنتاب الناس هكذا وهي مزعجة، مشكل النسيان، مشكل النسيان الآن أصبح مزعج، مشكل عدم التركيز الآن أصبح مزعج، اللامبالاة عند الأطفال، هذه دايجتي، هذا المرض هذا كان قديم عند الأطفال لكن الآن أصبح 100% عند الأطفال، اللامبالاة عند الطفل، الطفل وكأنه أبله في القسم، اللامبالاة. فهذه المسائل هذه لا بد وأن يعني أن يعود الناس لما كانوا عليه، لما كنا في أزمة لا زلنا في أزمة، ويعني نعاودوا من جديد، بداوا يستنشقوا الناس المسائل وبداوا يستهلكوا هذه المجموعات اللي تكلمت عليها والمكملات، البروبوليس الأكبر وغذاء الملكات والبروبايوتيك وحمض الأوميغا 3 والمورينجا واللوبان والقصد الهندي، أشياء التي تجدونها يعني، وهذا الصمغ العربي واللي عنده الجينزين هذا نبتة الحياة، واللي عنده نعم هذه المسائل يعود لها الناس. لماذا؟ إذا كنت سنة وأنت مع التحاليل والتشخيص والطبيب هذا، وفي الأخير تأخذ دواء وفي الأخير لا شيء، وهناك علين، هناك من حالته يعني استاءت، هانت عملت ما المسائل كلها الحديثة ولكن لا شيء، لا زلت تحس بهذا، في الأخير هل تبقى هكذا؟ يعني منطقا هذا اللي بغيت نفهمكم فقط من هذا الوقت اللي ضيعت لكم. حانت يعني عملت اللي عليك، ويعني عملت الحلول الحديثة والطب والعلوم والمسائل، ولكن ليس هناك نتيجة. هل ستبقى تئن يعني تبقى يعني تتألم وتبقى مريض، أم تبدأ تبحث على رأسك كما نقولوا في الدارجة، تقلب على رأسك؟ أنا أظن بأن شيء هو التوجيهات اللي أعطيناكم، وجهناكم وسهلنا عليكم الأمور، لما قلت ركزوا على المجموعات الثلاث، وركزوا على المجموعات الثلاث لأن فيها السر وفيها العلاج، ركزوا عليها ولكن اجتهدوا تنتم شوية. البدرات، حبوب الكتان والسمسم، هذا الزنجلان والحبة السوداء، هذا السانوج والحلبة وحبر شاديان سون شمرة كزبرة، حبوب الكزبرة الكروية كذلك اليانسو النجمي، هذه البادينة، وحتى العرق السوس، ثم التوابل، توابل بدأوا من القبار الكبار، ولكن الناس كيعرفوا غير الكبار اللي مرقد، كاين الكبار يجفو شريو الكبار ويجفف ويطحن، يطحن يولي بودرة، استعملوا الكبار مجفف مطحون، ثم الزعفران، ثم الكركم، ثم الزنجبيل، ثم الخلنجان، ثم القرفة، ثم القرنفل، ثم هذه حب الهيل، حب الهيل مهم، حب الهيل جوزة الطيب مهمة جدا، جوزة الطيب مهمة جدا، حب الهيل مهم، حب العزيز كذلك، حب العزيز موجود عليه، حب العزيز هذه كذلك، الكبابة، هذه المسائل هذه تستفدوا منها يا إخواننا، والله يستفدوا منها. ثم الأعشاب، يعني واللائحة فيها الآلاف ليس المئات، الشاي التي تشرب من الشاي الأخضر حتى الزعتر حتى البردقوش المريمية اللويزال الشيبان، المسائل هذه التي تشرب، ركزوا على هذه المجموعات الثلاث لأن هذه خلقها الله للعلاج ليس للكالوريات. نتمنى تحفظوا هذه المعلومات لأنني يعني كررتها ورددتها يعني أكثر من 70 مرة، وعلى الأقل حفظوها. ثم الأكل هو الخضار والفواكه والبطاطس والمسائل اللي تشريوها، هذاك أكل، هذاك يعني أكل، هذاك الأكل انظروا المسائل اللي كتضركم مثل القمح، هناك ليس كل الناس لكن هناك أشخاص عندهم مشكل مع القمح، وهنا النساء على الخصوص، هناك بعض الأشخاص عندهم مثلا مشكل مع الباذنجانيات،
الطماطم والباذنجان والفلفل والبطاطس. هناك أشخاص عندهم مشكل اللحوم، يعني الناس كلهم اللحوم يقطعوا اللحوم، ماشي ليس هذا. ثم كذلك الزيوت الطبخ، مشكل كبير في زيوت الطبخ، لماذا؟ لأن فيها ترانس ولأن فيها محفظات. ثم المعلبات والمصنعات، يعني باش نختم لكم، المعلبات والمصنعات هما البين تريجرز، هما سبب الآلام في الجسم فقط، يعني هذه بركة. أما الشيء الآخر، يعني هذه المضافات الغذائية الموجودة في المصبرات والمصنعات هي سبب الآلام، سبب الآلام وارتفاع الضغط وعدم النوم، ويعني والانزعاجات في المعدة وانزعاجات في الأمعاء وعدم الامتصاص والبكتيريا الصديقة تخرب إلى آخره، أشياء يعني أشياء كثيرة. فيعني أنا ركزت في هذه الحلقة، ركزت في هذه الحلقة، الناس ما لا يبقوا ينتظرون الحل ينزل من السماء ولا يجي. ربما يكون الحل معاكم في منازلكم، ربما يكون الحل يعني بالقرب منكم، ولكن أنتم لا تبحثون. وإنسان معول على الجاهز، يتعود على الجاهز هكذا يبلع إن شاء الله. والله أطلت عليكم ومعذرة، تحية طيبة لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.